تنضم إلينا من مدينة كازابلانكا دكتورة نادية أحميتي، الباحثة والناشطة البيئية. أهلا بك معنا دكتور في صباح جديد. وتوترت الظواهر المصاحبة للتغيرات المناخية، وبدأ بالفعل لها تأثير على البناء التحتية والكثير من المناطق. إلى أي مدى بالفعل بدأت التغيرات المناخية تؤثر على المعالم السياحية والأثرية؟ صباح الخير. صباح. في الأول أود أن أشير وأنوه بالمجهودات التي تقوم بها المنظمات الغير الحكومية التي ذكرتموها في الموضوع إلى في إنتاج تراكرز أو أدوات لتتبع الوضع المناخي، سواء عبر الذكاء الاصطناعي أو عبر إنتاج دراسات، وذلك لأهمية هذه البيانات في إنتاج نماذج. وهذه النماذج سوف يعني تمكن الحكومات والمؤسسات التمويلية الكبرى من اتخاذ قرارات بخصوص توجيه التمويلات واعتماد أجندة لإجراء المشاريع. فإذا للعودة إلى المشهد البيئي، فنعم التغيرات المناخية لها عدة تداعيات وعدة عواقب. كنا إلى الآن نتحدث على اندثار الموارد الطبيعية، على خطورة تهديد الممتلكات والأشخاص، والآن نتكلم عن تهديد ممتلك مشترك، ألا وهو التراث العالمي الإنساني، والذي هو مهدد بفعل التغيرات المناخية. وهذه ليست مشكلة أوروبية فقط، هذه مشكلة عالمية لها علاقة كما ذكرتم في الموضوع بالفيضانات، ارتفاع منسوب مياه البحر، ذوبان الثلوج، وتأثر التربة والفرشة المائية، وكذلك حرائق الغابات. المسؤولية هنا مشتركة، ليس فقط المناخ وإنما كذلك هم الأشخاص. فعندما كنا ننادي نحن البيئيين بأن تكون هناك سياحة مستدامة وملزمة للسائح بعدم تدمير المآتر التي يزورها، كان فيها كذلك بعد الحفاظ على البيئة في هذه المآتر، كالموارد المائية، عدم تلويث النفايات، وعدم المساهمة في انجراف التربة. نرى في الدول المتقدمة والتي لها التقدم، دائما أربطه بالتمويلات، الدول التي توفر على موارد وتمويلات كانت لها سياسات واضحة في مسألة السياحة المستدامة، وكذلك كانت انطباقية في تنزيل بعض المقتضيات لحماية مآثرها السياحية، ولو أن التغيرات المناخية الآن تداهمها بسرعة. إنما ما هو الوضع؟ التساؤل الكبير، ما هو الوضع لدى الدول الفقيرة أو الدول التي الأولوية ليست فقط لحماية هذه المآثر؟ فهذه مجموعة تساؤلات تطرحها التغيرات المناخية الآن، وتستدعي اتخاذ قرارات وخطوات جريئة وحازمة من أجل المساهمة في تخفيف من آثار التغيرات المناخية. دكتور نادي، قبل الوقوف على هذه الإجراءات، يعني هذه الدراسة اللي كنا بنعرضها منذ قليل اللي كشفت عنها شركة تحليلات بيانات مخاطر المناخ كلايمت إكس، أن هناك بالفعل 500 معلم تاريخي مهدد بهذه التأثيرات المناخية، كيف بالفعل يمكن وقف هذا يا دكتور التهديد المناخي على هذه المنشآت والمواقع الأثرية؟ هو لكي يتم حماية هذه المواقع الأثرية وهذا التراث العالمي المشترك، يجب اتخاذ إجراءات فوق الموقع، يعني على مستوى الموقع. كما قلت، مجموعة من الإجراءات الحازمة التي تمنع المستعملين من المساهمة في تدهور الحالة على مستوى هذا، وهذا نراه في مدينة البندقية، ونراه في عدة مواقع لها علاقة بالفيضانات وانجلاف التربة. إنما على المستوى العالمي، لكي يكون المجهود عالمي وله مفعول على المستوى المحلي، فيجب الانتقال إلى الطاقات النظيفة، ويعني هذا توجه عالمي بحيث أنه خلق اقتصادا أخضر. إنما ليس فقط الانتهازية على مستوى الاقتصاد التي يجب أن نرى، يجب أن نرى الاستعجالية في هذا الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة. وكذلك يجب أن تكون هناك سياسات حكومية واضحة وحازمة فيما يخص الحد من انبعاثات الكربون، أو إزالة الكربون، ما نسميه بمبدأ إزالة الكربون من الأنشطة الصناعية. هذه المسائل تحتاج إلى تحفيزات كبرى، تحتاج إلى تحفيزات على مستوى الأشخاص ورفع الوعي البيئي لديهم،
يحتاج تحفيزات على مستوى القطاع الخاص الذي هو يحمل وينزل الحلول على مستوى على الأرض، وهو يخلق في نفس الوقت فرص شغل في هذا الانتقال الطاقي وفي إزالة الكربون. ويجب على المسؤول السياسي أن يتم تنمية الحس البيئي لديه. ونقطة كذلك، إفريقيا هي القارة التي تحتضن هذه الحلول، والتي الآن تتوجه لها كل البلدان من أجل إنجاز المشاريع الطاقية النظيفة. فهذه القارة كذلك تعاني من اندثار التراث اللامادي لديها، أو المآتم أو المعالم الطبيعية التي الآن تعرف خصصا كبير من ناحية المياه أو تنجرف بفعل الفيضانات. فهذه القارة وهو شيء عزيز على النفس، لأن نحن أفارقة لا نلوث، ولكن نحن لدينا تغيرات مناخية كبيرة ناتجة عن تلويث الدول الكبرى. فيجب أن يتوجه إلى إفريقيا بانتباه خاص، لأنها دولة لا تستوفى على المواعيد المالية لمواجهة التغيرات المناخية، بل وهي تستحق التعويض. طب دكتور نادية، حضرتك ذكرتي في بداية الإجراءات أن يتم اتخاذ إجراءات على الموقع نفسه أو في المنطقة اللي بيعاني منها من هذه التأثيرات. هناك بالفعل العديد من المناطق الأثرية والمعالم الأثرية المسجلة على قائمة اليونسكو. هل بالفعل اليونسكو أيضا لها دور في الحفاظ على هذه المعالم وهذه المواقع من هذه التغيرات؟ فعلا اليونسكو كمنظمة عالمية محتضنة لمجموعة من المبادرات، وهذا الليبل او هذه هي كتحط اسم، بحيث انه المأثر هو معترف به من لدن اليونسكو، فهو نوع من انواع الحمايه عندما نبحث عن هذه التزكيه. فهذه الحمايه تاخذ اجراءات اداريه، بحيث أنه لا يتم نقل المأثر، لا يتم المساس بشكله الأصلي، وكذلك عدة خطوات أخرى. إنما على مستوى التوجيهات يجب أن تضاف البعد البيئي. ذكرت مسألة النفايات، عدم تلويث المآثر بالنفايات، كذلك حمايتها من التلويث الصناعي إذا كانت بمحاذاة موقع صناعي، وكذلك تكون هناك تعليمات واضحة على مستوى المأثر تذكر مستخدمي هذه المآثر السياحية بأهمية الحفاظ سواء على التربة. فمثلا في فرنسا توجد هناك عدة تلال رمال، نحن اهتممنا في الأمر، كانت مقارنة بين التلال في المغرب وفرنسا، فلديهم منذ 20 سنة أو أكثر خطة تجبر مستخدمي هذه التلال على السير على طريق ما وتفادي طرق أخرى، بحيث لا يساهم في انجراف التلال ولا يساهم في اجتثاث الأشجار والنباتات. وكذلك لا ننسى أن هناك بعض المآثر التي لها غنى طبيعي أو ثروات طبيعية تمكن بعض الطيور المهاجرة من أن أن تكون محطة في مسارها في الهجرة، وتتكاثر فيها بعض الكائنات الحية. فأذكر أنه يجب أن تكون هناك توعية للمستخدمين عبر إشارات مكتوبة أو إشارات مصورة، وكذلك عبر حملات في وسائل الإعلام تكون واضحة موجهة للمستخدمين. وكذلك على مستوى البرامج الدراسية، فلا ننسى أن أطفال اليوم هم مسؤولي الغد، يجب تكوينهم من الآن، وأظن أنه المسألة الآن تأخذ مأخذ الجد، عبر برامج تذكرهم بأهمية حماية المآثر، بحيث أنها تراث إنساني مشترك، وكذلك أهمية البعد البيئي في هذه المآثر. بالفعل يا دكتور لابد من اتخاذ إجراءات سريعة ومشددة في الوقت الحالي حتى لا يتم زيادة عدد المعالم المتضررة كما كشفت الدراسة بحلول عام 2050. دكتور نادية أحمايتي الباحثة والناشطة البيئية، كنت معنا من مدينة كازابلانكا، شكرا لوجود حضرتك معنا يا دكتور.